الصوت الناقد اللي جواكي هو عدوك الأكبر، والعدو ده مش من براكي، لأ ده جوه دماغك، بيفضل يحبطك ويقولك انت كبرتي، انت مش هتقدري، لازم تنتصري عليه وتطرديه عشان تعرفي تحققي حلمك. والطاقة اللي جواكي هتخليكي تقدري تغيري قوانين الطبيعة لدرجة انك ممكن تطيري في الهواء. زي كده ملكة في بيتي بتقولي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيمو. لا انت مش ملكة، انت اكيد بسام جوزها. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ انت، ما انت لو كنت راجل كويس ما كانتش تفشت وسابت لك البيت. تمام يا سعدون، هنتكلم بعدين. هفتح لكم لايف كمان شويه. جرى ايه يا موزو؟ هو انت ما بيحللكش التعديه غير وانا فاتحه لايف مع جمهوري؟ معلش يا حبيبتي قطعتك في منتصف النصبايه. بقول لك ايه، انا هروح مشوار كده بسرعه ومش هتاخر. شيمو انت كويسه؟ اه عادي اهو، بلعب رياضه وزي الفل. غريبه، قصدك ما سالتنيش يعني عن المهمه الجديده. I don't care. أحسن، قصدي برافو عليك، يعني هي المهمة الجديدة أصلاً غتتة ورخمة ومش هتنبسطي فيها. عندك حق يا مزميزو. ده إيه الهدوء المرعب ده؟ طب أنت مش هتقعدي تزني وتقولي لي هنفتح الجيم إمتى والحوارات بتاع كل يوم دي؟ ولو زنيت يعني هيحصل إيه؟ ولا حاجة. شفت، عشان كده مش حزنت. عين العقل يا شيمو، عين العقل والله. لعب وجيم إيه وقرف إيه؟ خليك أنت في البيت وخليني أنا في اللعب. يا شيمو إذا خدعتني مرة فعار عليك. مرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي والله. وإذا خدعتني مرتين فعار علي أنا. يعني ربنا ما يوصلها المرتين يعني. معلش سويت، أما لو عرفت إني خدعتها 193 مرة هتعمل إيه؟ يوه خلاص بقى قيسوا يا حبيبتي، ما ينفعش تعكنين على نفسك اول يوم ليكي في الشغل الجديد كده، ما ينفعش تشوفوكي بالمنظر ده. هطق يا وسيم، هموت من الغيظ، مش عايزه اروح الشغل الجديد ده اصلا. ومع مين؟ مع الزفت اللي ما صدقت خلصت من وشه. انا يعملوا فيا كده بعد كل التعب اللي تعبته لهم ده، بعد كل النياشين دي؟ لبسوني البدله دي. البدله زباله فعلا، عندك حق. عارفه القرد المعلقه دي؟ اه بالظبط بالظبط. بس ما تخافيش، انا متاكد ان انت هتعلمي على الراجل ده علامه اكبر من اللي علمتيها عليه قبل كده. ده مين ده اللي هتعلم عليه؟ وبعدين هي مش بتشتغل معاك في نفس الاوتيل اللي انت بتشتغل فيه؟ الحقيقه انا مش عارف هي بتشتغل فين. مش عارف يعني ايه؟ انتوا هتجننوني؟ هو ده مش شغلي يا اسراء. لو سمحتي كلمه شغل دي ما بتتقالش في البيت خالص بعد اذنك. انا مش فاهمه، امال انتوا كنتوا بتعملوا ايه دلوقتي؟ طبعا مش فاهمه، عمر ما حد هيفهم اللي بينا غيرنا احنا الاثنين. طب قومي يا سخامه حضري لي الفطار. سخامه؟ لا بجد والله، لا انت قايله انت منين؟ يعني منين بجد؟ ما تتكسفيش. ملكيش دعوه. قومي يا بنت حضري الفطار. معلش مش هينفع احضر لك الفطار لان هي عندها شغل. اهو اديك قلت شغل اهو. انا قلت شغل؟ سيبك منها يا وسيم. بص انا حاسه النهارده ان انا متوتره قوي وعندي ستريس غير عادي، زي ما اكون عيله صغيره رايحه المدرسه اول يوم. ممكن تقف جنبي يا حبه؟ ممكن تيجي توصلني الشغل النهارده وحياتي؟ للاسف يا حب، انا يعني عندي شغل انا كمان النهارده ولازم اروح. جود لك انت بقى. ماشي، باي باي. امي حالتها حضر لي الفطار. حالتها؟ ما بالراحه علينا شويه يا ست الكل. حاضر، حالتها هحضر لك الفطار. رخمك انت بقى في موضوع رضا قاسم ده. بقولك ايه يا جميل؟ اعمل 30 اللي اسمها اسراء المدبولي دي جايه النهارده من فندق رويال، عايزك تاخدها تور كده في الفندق كله. ها جرايه يا مستر وسيم، هو الفندق ناقص بوم؟ ما كانت قاعده هناك. عايزه يا جميل، انا محتاج حد يساعدني هنا في الفندق، انتوا فرد نايمه يا حبيبي. ما انا معاك اهو، وانا قصرت في حاجه؟ قصرت في حاجه ايه يا جميل؟ بس انا عايزك تاخدها تور كده وبلاش اوضه فوق ده. ها ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ انا وسيم السريتي،
المدير العام في حاجه؟ الحمد لله على السلامه يا مستر وسيم. الحمد لله انك جيت عشان تلحقنا. في ايه اللي حصل؟ انا اسراء المدبولي وجيت النهارده عشان استلم الوظيفه بتاعتي وقلت اجي بدري عشان استكشف الاوتيل. فجاه ظهر لي ذئاب بشريه وكانهم اول مره اشوف واحده ست، بس انا ضربتهم كلهم ما تقلقش لحد ما ظهر لي من وسطهم ملاك وانقذني منهم. انتي كويسه؟ اه هو ده الملاك اللي انقذني. الحمد لله. شكرا يا ركبتي. شكرا ايه؟ محدش يلمسها، دي تخصني انا اللي لقيتها وانا اللي هاخدها. تعبيط يا ابني ولا يطلع بره؟ لا مش هطلع بره، انا جبت اللب وجبت الماده مش هسيبك. وقلت لامي، قلت لامك حد يقول لامه الحاجات دي؟ اهبل اطلع بره. امال ايه؟ بره. طب ونزف عامل يوم ايه؟ وانت نبيله حد بصلك ولا حاجه؟ للاسف لا. هو ايه للاسف لا؟ انت مخطوبه لسوسن؟ في ايه؟ اهدى يا جميل. لا صرف يا الله. اهدى يا جميل، احنا بنفصل، احنا في الشغل. انا بعتذر لحضرتك جدا، انا اسف جدا. يعني هقدم لكم جميل جمال عزب النايب بتاعي. اهلا وسهلا. اقدم لكم نبيله نبيل حسن النايبه بتاعتي. نايبه؟ جاتك نايبه؟ عفوا معلش. اهلا وسهلا. عموما يا مستر اسراء، اللي حصل لك ده هو بالظبط اللي انا جايبك عشانه الفندق. نعم يا اخويا. انا اسف، انا ما اقصدش حاجه، انا قصدي ان هو ده الجست بتاعنا، وعايز بمساعدتك ان شاء الله ان احنا نعدل سلوكه. وما تقلقيش، الموقف ده مش هيتكرر تاني لما يعرفوا ان انت شغاله عندي. انا شغاله عندك انت؟ معلش يا ستي، شغاله معايا. اصل احنا هنا عندنا سيستم مختلف، الموظف هنا زيه زي المدير. قصدك المدير هنا زيه زي المدير؟ الكلام ده كان زمان يا حبيبتي، عندها هناك خلاص، زمن الافتراء ولا وفانسح. واضح يا مستر وسيم انك ما قريتش كويس قواعد وبنود كتاب فنادق مالك. نبيله اتفضل اقرا البند 648 كويس وبعدين ابقى اتكلم. اقرا 648. سمعها. ينقل الموظف من فندق لفندق ولكن يظل في نفس مرتبة منصبه. لبسناها ولا ايه؟ ما تكملش. طب لعلمك يا مستر اسراء بقى، الموقف اللي حصل لك ده بيتكرر هنا كل خمس دقايق. ده انا نفسي مش سلمان منهم يعني، ده بيحاولوا معايا كتير قوي يعني، هاريني. ده انا البدله دي رابع بدله اجيبها الاسبوع ده. انا بقول ان حضرتك ترجعي فندق رويال وانا هكلم مستر مالك اعتذر. وانا بعد الموقف ده مصممه ان انا اكمل في الفندق واعرفهم يعني مسز اسراء تبقى مديره الفندق هنا. مس نبيله. نعم. اعملي لي مورنينج بريفنج حالا لكل الموظفين دلوقتي. حالا يا فندم. جميل. ايوه. اعملي مورنينج بريفنج حالا لكل الموظفين دلوقتي. ما احنا لسه فطرانين يا وسيم بيه. حبيبي مورنينج بريفنج غير مورنينج بريكفاست، دي حاجه تانية، ده شغل فنادق. بعد اذنكم. اتفضل يا وسيم بيه، اتفضل. انا جايه معاك. جميل. عايزه ايه؟ احنا هنتجوز امتى؟ انت لسه فيك الخصله بتين ديت. بص يا نبيله، انا استحاله اتجوز واحده الكلاب البشريه كانوا بيهوهوا عليها. لا والله ما حصلش حاجه. ما اعرفش انت اللي بتقول، انا ما شفتش بعناية. سلام. كتك القرف، انا بحبك على ايه؟ لازم تعرفوا كويس ان اسلوبي مختلف تماما عن اسلوب اي مدير سابق او مدير حالي عندي في الاوتيل، وان الالتزام عندي هو اهم حاجه في الشغل، هو رقم واحد ورقم اتنين وثلاثه. كنت فين يا بسيون يا ملط؟ كنت بقضي مصلحه. مصلحه؟ مصلحه دي في الشغل؟ مخصوم منك 12 يوم يا بسيون يا ملط. ولازم تعرفوا كويس قوي ان زي ما في عقاب في مكافآت عندي برضو. من بكره في مكافأة شهرية لأفضل موظف عندي في الأوتيل. تقدروا ترجعوا على شغلكم، اتفضلوا. لا ثواني، عندنا اجتماع بعد إذنك. لازم تعرفوا إن أنا أسلوبي غير أي مدير سابق أو لاحق أو حالي أو جاي في الفندق هنا. أنا الالتزام عندي كل حاجة. الالتزام هو رقم واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة، يعني ازيد من اي مدير تاني باثنين. مستر بسيوني، كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت بقضي مصلحة. مصلحة في الشغل؟ قلتلك لستة بكل اللي اساميهم رضا. حلو. بسيوني مكافأة 15 يوم. ربنا يكتر نجومك. ربنا يكتر نجومك. ولازم تعرفوا ان زي ما في مكافآت في عقاب، انا هعمل عقاب شهري لاوحش موظف عندي في الشهر. جميل. ايوه. مخصوم منك شهر. ليه يا بيه؟ ما انت اوحش موظف عندي يا جميل، انت مش شامم ريحتك عامله ازاي؟ ايه بالعاني شبهتني. طب وانا ما خدتش يا مساتر؟ اتقل يا رجب هتاخد. اتفضلوا على شغلكم.